الحمد لله بعد موجة جفاف رحمها ربي. يا خويا ما شاء الله نعمة من عند الله، ترجع هكذا حتى ترتاح كي تشوفوها هكذا ما شاء الله. كي تلج تفرج، هذه حاجة ظاهرة. يا خويا احنا نتمتعوا بالمناظر الطبيعية هنا، وعام خير ان شاء الله ما شاء الله. الحمد لله يا ربي. شفتي التلج في حياتك ولا المرة الأولى؟ احنا من البرد هذا خلينا نلعبوا في التلج، الحمد لله رانا فرحانين ما شاء الله. وين جيتوا نتوما؟ من عين قشرة. وين رانا احنا؟ في البطحة، رانا نستمتعوا بالتلج، فرحانة بالتلج، وعجبني بزاف بزاف. وعنيتي؟ وراني نلعب مع عائلتي. الحمد لله. الحمد لله. نلعبوا بالتلج. تحية لجدو. نلعبوا في التلج. برد. برد تامر. قولوا راني فرحان. راني فرحان. دير لجدو باي باي، قولوا جدو باي باي. جدو باي باي. والله والله رحمة ربي إن شاء الله. يعني كنا بعد موجة جفاف كبيرة، يعني وصلنا لمرحلة اليأس. يعني تخوفنا بزاف، لكن الحمد لله يا ربي شفت كيفاش الخير اللي جا من عند ربي سبحانه، والناس كل فرحانة. يعني كما راك تشوف، يعني الناس كل راهي خرجت يعني في هذا المنظر الجميل هذا، يعني منظر شتوي بالك من 2004 ما شفناش. اكيد عدات مرة موجة في 99 وزادت في 2004، يعني من سمو الجزائر تقدر تقول جفاف، شبه جفاف. يعني واش شوف بلادنا، يعني درك تشوف نعم، يعني ياك تشوف مثلا درك حنا هنا في الشمال هاي تولوج ما شاء الله خيرات ربي، وفي الصحراء تشوف يعني جو مغاير، جو مغاير، يعني فصلين في فصل واحد. صح. هايوة. ويعني والله لا بس، يعني الناس فرحانه الحمد لله. درك حتى درك الفلاحين راهم يستبشروا خير. صح. استبشروا خير، وهذا هو الشيء اللي يعني اللي ننتظروه. والله الحمد لله. عجبك الثلج؟ ها ها شفتيه من قبل ولا لا؟ ما شفتيش. الحمد لله باللي صبت الثلوجه ديال علينا وفرحنا. حنا حنا ونلعبوا هنايا، جينا من البعيد قاعدين نلعبوا هنايا. نعم قشره. نعم قشره. طلعتي البطحه باش نلعبوا هنا في الثلوج. الثلج مالف تشوفه مالفش؟ اول مره. اول مره شفت الثلج. هنا باش نشوفوا الثلج اصلا عندنا مده وحنا سخانين عليه، وتمتعنا بالمناظر هذه الجميله، ومدى بينا توصل هذه الرساله للناس كامل يجيو يشوفوها هنايا. يعني وتطور السياحه فيها، يعني مناظر كما هذه ما لازمش تبقى يعني محفوظه في انظار يعني محدوده، لازم توصل الناس كامل يشوفوها. نشاركوا خوتنا معهم اكيد، ونتمنى الناس اللي حابه تستمتع تجي لهنايا. جيت نلعب في الثلج. الثلج جميل، ونحن جئنا لنلعب فيه.